طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا بالمحاضرة السابقة أخذنا اللي هو النوع الثاني من السنجل فيز، اللي هو سنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفاير. طبعا السنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفاير، احنا قسمنا الويف، يعني السنجل فيز قلنا بسرعة ما يكون أما سنجل فيز أو هال، يعني عفوا السنجل فيز قلنا أما يكون فول ويف أو هالف ويف. بالنسبة للكنترول قلنا أما فول أو هالف أو ان كنترول، بس احنا حاليا بالكنترول دي أما فول أو هالف. طبعا السنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفاير عندنا نوعين، يا أما النوع الأول اللي هو السنجل فيز فول ويف باستخدام سنتر تاب ترانسفورمر أو باستخدام البريدج. هذه المحاولة السابقة شرحنا هذا النوع اللي هو السنجل فيز، قلنا بهالشكل هذا باستخدام سنتر تاب ترانسفورمر. عندي هذه المحاولة الأوتبوت مالتها بعد، يعني بعد التحويل راح يكون عندي 3 أطراف، هذا اللي هو النيوترال وهذا السي وهذا دي. قلنا هنا لما تجي الموجة موجبة، هذه خلال البوزيتيف سايكل هنا راح يكون موجب وهنا أنا سالب راح يكون. فموجب راح هاي الثالث راح يحقق الشرط الأساسي، هذا يعني الأنود موجب بالنسبة للكاثود وهذا راح يصير سالب فهذا ما راح يشتغل. فمن أتنبل هذا الثيرستر راح يمر تيار خلال الثيرستر يروح لللود يروح للان، ما راح يرجع هنا لان هو اصلا ان دايركشنال، وايضا هو ما مشتغل. خلال النيجاتيف سايكل هنا راح يكون سالب وهنا راح يكون موجب، فراح يشتغل الثيرستر الثاني بالشكل هذا، وايضا الفولتيه والتيار راح يكونون موجب على اللود. فهذه الفولتيه، وقلنا التيار يكون اذا في حاله مقاومه هذا يكون شكل الفولتيه من الفا الى باي، من باي زائد الفا إلى 2 باي وهكذا. هذه فول ويف لأنه قوم للجزء الموجب والجزء السالب، هذه في حالة R فقط. أما في حالة RL قسمناها في حالتين، أما محافة جدا كبيرة فهنا الجزء السالبي راح يظهر لي راح يبقى مستمر إلى أن يشتغل الثيرستر الثاني ويرجع يكون موجب، فراح يصير عندي هنا حالة continuous. والتيار مال هذه الحالة اللي هو هذا، لما تكون محافة كبيرة هذا التيار يحاول انه يفرغ شحنته، يعني يحاول يوصل للصفر او قيمة الشحن مالت المحافة، يشتغل الثيرستر الثاني، وايضا يحاول بعد ما تشحن المحافة توصل للماكسيموم تحاول تفرغ شحنتها، ايضا يشتغل الثيرستر الاول وهكذا. فهاي يصير عندي حالة الكونتينيوس، وهذه الحالة اللي هي تكون عندي مفضلة، اللي انه انا اريد التيار مستمر وايضا فولتية. اما في حالة المحافة قيمتها قليلة، هذا الجزء السالب راح يكون قيمته قليلة يعني للبيتا، ما راح يستمر لحد باي زائد الفا للبيتا، وبعدها يصير صفر إلى أن تجي زاوية القدح للثيرستر الثاني ويشتغل وهكذا. تيار ما راح يكون بهالشكل من الفا إلى بيتا أنا بصير صفر بهالشكل، هذا ديسكونتينيوس. هذه الحالتين عندنا حالة كونتينيوس ديسكونتينيوس، راح ناخذها إن شاء الله في نهاية هذا الشابتر فيك على كل الأنواع. عندنا تيار يا إما كونتينيوس يا إما ديسكونتينيوس. هذا في شرحناه بالمحاورة السابقة مجرد عادة. قلنا أنه أيضا القوانين اشتقيناها، قلنا أنه هذا الجزء السالب أحاول أتخلص من عنده. كيف أتخلص من هذا الجزء السالب اللي هو هذا الجزء السالب؟ لأن هذا الجزء السالب راح يقلل الفولتية، لأن من آخر فولتية الأبد الأبرج هذا يكون موجب وهذه سالبة وراح تقلل القيمة. أحاول أتخلص من هذا الجزء السالب، قلنا نربط فري ويلينج دايت كما في حالة السنجل فيز سنجل فيز هالف ويف، هذه الدائرة مالتنا. بس قلنا نربط دايود بالاتجاه المعاكس، دايود بالاتجاه المعاكس دائما خلال الجزء الموجب هذا يشتغل، هذا راح يكون هنا راح يكون موجب وسالب، فهذا راح يكون سويتش مفتوح اوبن سيركت. من يشتغل هذا الثيرستر بعد ما ينطفي الثيرستر الثاني بعد ما نعطي زاوية قدح، طبعا هنا ثايرستر لازم هاي هنا مؤشر سويتش كثايرستر وليس رمز الدايود. فبعد ما يشتغل الثايرستر راح يصير عندي شنو، يعني هاي ثايرستر انطفى وهاي ثايرستر بعده ما مشتغل، بس عندي ار ال فراح يظهر الجزء السالب. فمن اربط هذا الدايود باتجاه معاكس فراح يصير عندي حالة فري ويلنج دايود، المحافة تفرغ شحنتها باتجاه معاكس في الشكل هذا، راح تظهر على الاوتبوت فولتية الدايود اللي هي قيمتها 0.7 او 0.3، فراح اتخلص من الجزء السالب اللي هو راح يكون بهالشكل هذا. الفي اوتبوت سواء المحافة
قيمتها عالية أو قليلة راح تخلص من الجزء السالب. فالشكل مالت الفولتية في حالة وجود فريق دايود سواء R أو RL راح يبقى نفسه، يعني هذا الشكل، هذه الأشكال التلافة اللي هو في حالة R أو R قيمتها كبيرة أو صغيرة، هذا جزء أو هذا جزء راح يكون نفس هذا الشكل في حالة ربط الدايود باتجاه المعاكس. لذلك أنه أنا حتى دائما أريد أبني دائرة صحيحة، ويعني انه الحمل ما ممكن متغير، اربط فريمينج دايت بالشكل هذا حتى اتخلص من الجزء السالب. واما الدايود فالعفو التيار مات الفارس، اذا كانت المحافه قيمتها قليله راح يكون نفس الشكل اللي شرحناه في هذه الصفحه، نفس هذا الشكل اذا كانت المحافه قيمتها قليله، واما المحافه قيمتها عاليه راح يكون بالشكل هذا، يعني عندي حاله كونتينيوس وديسكونتينيوس. القوانين، القانون راح يكون نفسه في حالة الـ R نفسه في حالة الـ RL بالنسبة للفولتي. أما بالنسبة للتيارات، التيارات قلنا في حالة المحافة راح نشتقها الاشتقاق في نهاية هذا الفصل. هذا كل ما يخص حالة الفول ويف يعني سنتر تاب. أما السنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفاير النوع الثاني باستخدام البريدج برنسبل. احنا البريدج برنسبل اخذناها بس في حاله يعني المراحل السابقه، المرحله الاولى والثانيه اخذناها في حاله فقط ان كنترول، يعني في حاله دايودات. هنا أنا في حاله ثايرستر فايضا بها هذه انواع سنجل فيز هالف كنترول. قلنا الهالف كنترول اذا كان اذا استخدمنا ثايرسترات ودايودات بنفس الدائره، الفول كنترول اذا استخدمناهم كلهم ثايرسترات، الان كنترولد اذا استخدمناها كلهم دايودات. هذه بما انه عندي ثايرستورين دايودين راح يصير عندي هنا أنا عندي حاله هالف كنترولد. هذه طبعا هاي الفي اوتبوت مالت الموجه. خلي اجي اشرح مبدا العمل. لما اسلط هنا فولتيه اللي هي اي سي بالبدايه تكون موجبه وبعدين سالبه، خلال الجزء الموجب اللي هو هذا، هذه الموجه خلال الجزء الموجب راح تكون هذه الفولتيه موجبه هنا، يعني هذا طبعا الرسم مالتها انتم اذا راسمينها على الشكل بهالشكل هذا سابقا هيجي كانت، يعني هنا دايود وهنا دايود وهنا دايود، يعني بهالشكل هذا الدايودات، وهنا عندي الحمل كان بهالشكل هذا والمصدر، هذا مصدر عندنا هنا مصدر هنا حمل، فكانت عندي هنا دايود بهالاتجاه بهالشكل هذا يجي للود، بعد هنا دايود يرجع للود. بالحالة الثانية هنا دايود وهنا دايود، هذه اللي هي كنا نسميها البريدج بهالشكل هذا القنطرة. هنا حاليا راح يكون رسم بهالشكل هذا نفس الشيء، هذا اللي هي دايودين هنا في الاتجاه هذا، دايودين في الاتجاه هذا على التوالي. هنا المصدر موجب سالب وهنا اللود مربوط عليهم توازي، نفس الربط هذا اذا يترتب هالشكل يصير نفسه، هذا اذا الطرف قربوا لي هذا الطرف راح يصير نفس الشيء. فهذه نفس القنطره حتى لا يختلف عندكم الفكره. ففي حاله انه انطيت هنا فولتيه موجبه بالبدايه اللي هي الاي سي، فخلال البوزيتيف سايكل راح تكون الفولتيه هنا موجبه، هذه الفولتيه وهنا سالبه، من هذا السالب هذا الموجب. فإذا هنا جت الفولتية الموجبة وهنا سالبة، معناته شنو؟ هذا الفيروس راح تحقق الشرط الأساسي اللي هي هذه فولتية الأنود أكبر من فولتية الكاثود، ويعني وهذا الفيروس الثاني ما راح تحقق الشرط. ليش؟ لأنه هذه هنا صارت سالبة، أوكي؟ فهذا حتى لو أنطيته نبضة ما راح يشتغل، فيبقى فقط هذا متحقق شرط واحد. الشرط الثاني أنطيه في حالة انه انطيت نبضة. فخلال الجزء الموجب قلنا راح تجي هنا فولتية موجبة وهنا سالبة، اذا موجبة هذا الثيرستر تحقق الشرط الاساسي، وهذا الثيرستر ما تحقق الشرط الاساسي. فمجرد ما انطي نبضة بعد زاوية الفا بعد فترة معينة، انا الزاوية انا احددها ممكن تكون صفر يبدا منها، ممكن تكون 10 15 90 بهالشكل هذا حسب انا شنو انطي. فلما انطي زاوية قادة عند الالفا فراح يمر تيار خلال الثيرستر بالشكل هذا. هنا انا اصلا هذا سويتش مفتوح واصلا يعني اندايركشنال، راح يجي للود. هسه من اجى للود وراح يجي بهاي الحالة هذا الدايود والهذا الدايود. نجي احنا هذه من الفولتية متوزعة هذه الموجب
هي هذه نفس هذه النقطة نفسها هذه هنا، يعني هنا أنا موجب على هذا الدايود، فهذا الدايود ما راح يشتغل. ليش؟ لأنه شرط أساسي مالته اللي هو مال عمل فولتية الأنود لازم تكون أكبر من فولتية الكاثود، فهنا أنا أو موجب نسبة فولتية الكاثود، هنا أنا ما راح يشتغل. بينما هذا الدايود هذه السالبة إجت هنا اللي هي هنا، فصارت هنا فولتية سالبة، فهنا مجرد ما تجي له فولتية قليلة موجبة راح يشتغل عندي. ايش راح يصير عندي؟ الدائرة مالتي بهالشكل هذا رجعت للسالب، فنلاحظ انه هو جت الفولتية من الموجب رجعت للسالب، صار دائرة مغلقة. الدائرة السار الأول اشتغل عندي ما عند هذه زاوية القدح، مر التيار خلال الدائرة السار الأول للحمل، بعدها من الحمل اجى لهذه الدايودين، يعني هذا الدايود ما راح يشتغل، راح يشتغل الدايود الثاني، يعني الثائر السر الاول الدايود الثاني. فنلاحظ انه الثائر السر الاول خلال هاي الفتره من صفر الى باي، الثائر السر الاول والدايود الثاني. هنا الدايود ليش فترته من الصفر؟ لانه الدايود وهذه الحاله مجرد ما اجت هنا فولتيه سالبه، هنا فولتيه قيمه اذا كانت موجوده قيمه بالمحادثه او كانت تكون صفر، فهذا فترة التوصيل هنا أنا مجرد ما يمر تيار فترة التوصيل راح تصير من صفر للباي، لأن احنا نعرف خلال الجزء الموجب يعني الدايود يشتغل فقط في حالة الأيس فقط اللي هي البوزيتيف سايكل من صفر إلى باي، فمجرد ما تحقق الشرط الأساسي مالته راح يكون في حالة توصيل حتى لو ما مر تيار، بس راح يكون الشرط الأساسي متحقق مالته في حالة توصيل، هذا خلال البوزيتيف سايكل. أما في حالة راح أعيده بصورة سريعة، أنه قلنا في حالة أنه جتنا موجب راح يكون هذا هنا موجب وهنا سالب، الموجب راح يشتغل هذا الثائر السر الأول، راح يمر تيار خلال الثائر السر الأول، جينا هنا يا دايود يشتغل بما أنه هذا هنا الموجب وهذا السالب، فهذا الدايود ما راح يشتغل، راح يشتغل هذا الدايود لأنه هذا اللي هي شرط الأساس تحقق مالته هنا سالب وهنا راح يكون موجب، فصارت عندي دائرة مغلقة. صار عندي هذا الشكل من الفا الى باي، فترة اللي هو او زمن التوصيل للفيار السر في الدائرة، فيار السر الاول من الفا الى باي، اما الدايود اللي هو هذا الثاني من صفر الى باي لانه الشرط تحقق عنده من لحظة الصفر. نجي في حالة كان عندي الموجة يعني بوزيتيف نيجاتيف بالنيجاتيف سايكل، في هذه حالة النيجاتيف، في حالة النيجاتيف راح شنو هنا عندي؟ راح يصير هنا سالبة وهنا الموجبة، اوكي؟ إذا هنا سالبة هذا الشرط الأساسي ما تم راح يتحقق، فهذا راح أخلي عليه علامة إكس. هنا أنا الشرط الأساسي تحقق، شلون راح تجي؟ راح يجي التيار من هنا بهالشكل هذا. طبعًا هنا أنا هذا الشرط الأساسي تحقق عند لحظة الباي. من باي إلى 2 باي، هذا راح تكون موجبة اللي هي من باي إلى 2 باي، هنا أنا إلى 2 باي. بس انه الثائر السري راح ينتظر زاوية القدح اللي هي الالفا، انت هذه زاوية القدح بعد ما انطي اشارة يعني اشارة كنترول راح يشتغل الثائر السري، فراح يمر تيار من الجزء السالب اللي هو صار موجب الى الثائر السري الثاني، راح يمر يروح الى اللود. هسه حاليا يجي هنا وين راح منو راح يشتغل من عندهم؟ هذا صار عليه موجب، الشرط الاساسي مالته ما تحقق اللي هو لازم تكون فولتية الانود موجبة بالنسبة للكاثود، هذا الشرط سالب فراح يروح للدايود الثاني، من الدايود الثاني راح يروح للطرف الثاني مالت المصدر اللي هو هذا هنا بالعكس صار موجب وهنا صار سالب، يعني مر التيار من خلال الثائر السري الثاني للود ورجع للدايود الأول، رجع للمصدر اللي هو هذا الثائر السري الثاني، فترة العمل مالته من باي زاد الفا إلى 2 باي، والدايود فترته من باي إلى 2 باي. لانه مجرد ما اسلط الفولتيه نيجاتيف سايكل راح يتحقق الشرط الاساسي مالته. هذا في ما يخص في حاله الار، في حاله الار ال قد يظهر لي جزء سالب اللي هو النيجاتيف بسبب وجود المحادثه. يعني يظهر جزء سالب، فايش راح اسوي؟ حتى اتخلص من هذا الجزء السالب اربط فروينج دايود بهذه الداره اللي بعدها. يعني انه هذه نسميها هالف كنترول، ليش؟ يعني عندي ثائر السريين ودايودين، هذه دارة نفسها بس في حالة فريونيك دايود، نربط دايود حتى اتخلص من الجزء السالب اللي راح يظهر لي على في حالة وجود حمل حثي، يعني راح يظهر لي جزء سالب حتى اتخلص من عده،
نفس مبدأ العمل، قلنا خلال الجزء الموجب راح يمر التيار الفارسر الأول والحمل والدايود الثاني، أما خلال الجزء السالب راح يشتغل يمر التيار بهالشكل هذا، الفارسر الثاني الحمل الدايود الأول بهالشكل هذا. هنا ربطنا دايود نسميه فري ويلينج دايود، هذا الدايود في حالة وجود حمل حافي راح يظهر الجزء سالب للفولتية، فهنا أربط الدايود بهالشكل هذا باتجاه معاكس، إنه في حالة انطفاء هذا الفارسر، هذا الفارسر بعد ما مشتغل اللي هي هذه الفترة أو هذه الفترة، المحافي راح تفرغ شحنتها خلال الدايود، والفولتية على اللود راح تكون شنو؟ المحافي إنه قلنا بها شحنة راح تفرغ شحنتها بهالشكل هذا خلال الدايود، والفولتية على اللود هي نفسها فولتية الدايود راح تكون بهالشكل هذا. فولتيته قد فولتيته هنا راح تكون بهالشكل هذا نفسها فولتية الدايود. هذا اللي هو انها تكون فولتية معاكسة راح تصير هنا بالسالب، راح تكون بس قيمتها 0.7، يعني هنا راح تكون سالب وهنا موجب، بس قيمتها 0.7 او 0.3 فما راح تبين قيمتها. هنا نلاحظ اختلف اللي هو المبدأ العمل للفترة مات الدايود اللي هي عدم وجود الفريونيك دايود، كان الدايود كل دايود يشتغل من ألف يعني فترته باي، الدايود الثاني من صفر إلى باي، والدايود الأول من باي إلى تو باي، بينما في حالة وجود الفريونيك دايود الفارسر الأول والدايود الثاني راح تكون فترتهم من ألفا إلى باي، والفارسر الثاني والدايود راح تكون فترتهم من باي زائد ألفا إلى تو باي، هذه اللي هو الفترة هذه من صفر إلى ألفا أو من باي إلى باي زائد ألفا. هنا هذا الدايود الثاني اللي هو الدايود الفاف اللي هو راح يشتغل، يعني هذا الدايود راح ياخذ اللي هو هذا الجزء من الدايود الثاني وهذا الجزء من الدايود الأول، يعني في حالة أنه عدم وجود يعني ماكو فارسر مشتغل بهذه الحالة وهذه الحالة، يعني ماكو بهذه الحالة طبعا فارسر الأول مشتغل وهذه الحالة فارسر الثاني، بس هنا وهنا ما عندي ولا فارسر مشتغل ولا دا يعني فارسر مشتغل، فبدل ما يشتغل إن هذا أو هذا تكون فترته، هذا راح يشتغل عندي فارسر ويكون عندي مبدأ عمل فري ويلينج دايود. عندي نوع آخر اللي هو نسميه alternative configuration of single phase half control، طبعا أيضا half control نفس مبدأ العمل، بس هنا بدل ما أربط فري ويلينج دايود بهالشكل هذا واستخدم دايود آخر أو عنصر آخر، يعني أربط الدايودين بفارسترين على نفس الذراع، يعني هنا بالشكل القديم كان هنا ثايرستر ودايود بهذا الارم، وهذا الارم الثاني كان ثايرستر ودايود. هاي الحالة ايش راح اربط؟ اربط الثايرستين بشكل يعني بنفس الجهة بنفس الذراع ودايودين بنفس الذراع، نفس مبدأ عمل راح يكون، بس هنا راح الدايودين الاول الثاني راح يشتغلون هنا كفريوينينج، يعني خلال الجزء الموجب هنا بهاي الحالة الثايرستر الاول راح يشتغل راح يمر تيار وراح يروح الى الدايود الثاني وارجع للمصدر، هذا خلال البوزيتيف سايكل هذا، وهنا انا راح يشتغل عندي الدايود الثاني هذا والفارستر الاول، اما خلال الجزء السالب ايش راح يشتغل عندي؟ يمر تيار بالدايود الاول يجي، ما راح يمر هنا بالدايود الثاني لانه الفولتية هنا صارت هنا موجبة فما راح يشتغل، فراح يجي هنا للفايرس الثاني يرجع للمصدر، فهنا صار عندي شنو؟ مر تيار دايود الأول والفايرس الثاني اشتغل عندي، هذا أيضا صار هذا المسار اللي هو النقد السايكل القوام لي صار موجب. هذه نفس مبدأ العمل ما اختلف شيء، وأيضا نفس الشيء فارس الأول ودايود الثاني، وهنا فارس الثاني ودايود الأول كانت يعني مختلفات بدل الأماكن مالتهم، بس هنا شنو صار عندي اختلاف؟ في حالة انطفاء الفارسترين، يعني انطفاء الفارستر الأول وبعدني الفارستر الثاني ما جاي تنظي أو ما جاي تزاوية قدح حتى يشتغل هاي الفترة، هاي الفترة الدايود يعني اللي هو الدايود الأول والثاني راح يشتغلون كفري ويلينج دايود، يعني في حالة وجود محافة فهذين الدايودين راح يشتغلون كفري ويلينج دايود، وراح تظهر الفولتية اللي هي نفسها فولتية الدايودين هنا على الأوتبوت. هذه فهنا نلاحظ انه كانما فتره الدايود صارت
من صفر، مو صفر يعني دايد الثاني أو دايد الأول مو باي، صارت باي زائد ألفا، يعني من صفر إلى باي كانت، فصارت من صفر إلى باي زائد ألفا، هذا بالدايود الثاني. والدايود الأول من باي زائد ألفا إلى 2 باي زائد ألفا. نلاحظ أنه هنا عندي في حال باي بالحالة اللي هي ما يشتغل بها الثيرستين، اللي هي هذه الفترة وهذه الفترة، لاحظ أنه دايودين مشتغلة هذه الفترة اللي هي هذه ما مشتغل بها ولا ثيرستر، وهذه الفترة اللي ما مشتغل بها ولا ثيرستر، لاحظ أنه الدايود الأول والدايود الثاني مشتغلين. فهنا الدايودين راح يتصرفون كأنما فري ويننج دايود. فهذه دائرة الالترناتيف كونفيجريشن، بدل ما أربط دايود واحد هنا كفري ويننج دايود، يعني عنصر إضافي أضيفه للدائرة، فهنا راح أستخدم نفس الدايودين كفري ويننج دايود. هذه اللي هي أيضا نسميها الالترناتيف كونفيجريشن في حالة الهالف كنترول. هذه كل ما يخص حالة اللي هي هالف كنترول. نجي إلى سينجل فيز فولي كنترول ريكتيفاير، أيضا استخدام اللي هي الليبرج، نفس النوع اللي هو البي من السينجل فيز، بدأ باستخدام البرنسبل اوف بريدج، بس هنا حالة الفول كنترول مو هالف كنترول. الفول كنترول شنو معناته؟ استخدم كلها ثيرسترات، اوكي؟ يعني بغض النظر عن الفريمينج دايد، الفريمينج دايد ما راح يدخل بالعمل، بس القصد انه البعض يفهمها انه اذا كان اكو دايود هنا اللي هو الفريمينج دايود راح يسميها هالف كنترول مو فول كنترول. لا غلط، انه مو القصد انه اكو دايود بالدائره، القصد انه اكو دايود بمبدا العمل هنا هذه الدائره، هذا الدايود الاول والدايود الثاني هو بنفس مبدا العمل. مثلا هنا بهذه الدائره لا، المبدا العمل اللي هو بحاله البوزيتيف سايكل هذين يشتغلون، الثيرستر الاول الثيرستر الثاني، وبحاله النيجاتيف سايكل الثيرستر الثالث والثيرستر الثاني. اما اذا ربطنا هنا دايود، هذا دايود راح يشتغل كفري ويلينج دايود مو بالبرنسبل مات يعني الريكتيفيكيشن عمليه التقويم، فهذا ما راح يعتبر انه اذا قلنا يعني انه موجود دايود ثيرستر معناته هالف كنترول. لا، هذه انه بالمبدا العمل بعمليه الريكتيفيكيشن، واذا كان استخدم فقط ثيرسترات او ثيرسترات ودايودات، هنا فقط ثيرسترات، وايضا نفس الطريقه خلال الجزء الموجب راح يشتغل الثيرستر الاول، هنا راح تكون موجبه وهنا سالبه، راح يشتغل الثيرستر الاول نفس المبدا العمل مات الهالف كنترول، يروح لللود يجي للثيرستر الثاني. هنا طبعا بهذه الحالة هنا شنو راح يصير عندي؟ هناك كان دايود مباشرة يشتغل، فهنا بهذه الحالة الثيرستر الأول والثيرستر الرابع راح أنطيهم نفس الإشارة، نفس يعني إشارة زاوية القداح بنفس الوقت، يعني أنطيهم مثلا ألفا 30 هذا ويا هذا، أعطيهم نفس الزمن، يعني أربطهم إلى نفس دائرة الكنترول خلال البوزيتيف سايكل. خلال النيجاتيف سايكل راح يصير عندي، خلال النيجاتيف سايكل هنا أنا راح تيجي هذه موجبة وهذه سالبة، إذا هذه سالبة هذا ما راح يشتغل عندي، فراح يجي عندي هذا الثيرستر الثالث راح يشتغل، هنا أنا صار أيضا عندي موجب هذا ما راح يشتغل، فراح يجي عندي التيار راح يمر خلال الثيرستر الثاني ويرجع للمصدر. طيب هذه الحالة يطلع عندي الثيرستر الثالث والثيرستر الثاني اللي هو بهالشكل هذا، يعني أيضا هبني أنطيهم زاوية قدح سوية. طيب بالبداية من لحظة الصفر إلى الباي زاوية راح يشتغل عندي يعني بهذه الفترة الثيرستر الأول والثيرستر الثاني، اعتمادا على زاوية القدح أعطيهم نفس زاوية القدح. أما بالفترة الثانية اللي هي من يعني من باي إلى تو باي اللي هي نيجاتيف سايكل، راح يشتغل عندي الثيرستر الثالث والثيرستر الثاني وأنطيهم نفس زاوية القدح، يعني إنه زاوية القدح عندي لازم تكون إشارتين، واحدة لها بين الثيرسترين والثانية لها بين الثيرسترين. هنا أنا في حالة وجود يعني في حالة ار اي راح يظهر عندي جزء سالب، لأنه ما عندي هنا فري ويننج دايود، فحتى أتخلص من هذا الجزء السالب أربط دايود بهالشكل هذا، هذا الدايود راح يتخلص من الجزء السالب في حالة وجود ار ال،
راح يظهر عندي هذا يختفي الجزء السالب. في حالة وجود مقاومة أصلا هذا الجزء ما راح يظهر عندي. أما بالنسبة للأفرج أوتبوت بالنسبة لهذه الأنواع نفس النوع الأول اللي هو سنتر تاب، في حالة الهالف كنترول هنا أنا عندي ال V أوتبوت في ام على باي 1 زائد كوساين الفا. اما في حاله الفول كنترول اللي هو في حاله يعني بوجود الار ال بهذه الدائره راح يكون عندي 2 في ام على باي، نفس القوانين اللي اخذناهن بالسنجل فيلد باستخدام السنتر تاب ترانسفورمر. اما الار ام اس والافرج كرنت في حاله الار ال هنا قلنا راح يعتمد انه هو تيار كونتينيوس او ديسكونتينيوس، وهذا راح ناقشه لاحقا. فهذه كل ما يخص السنجل فيز. سنجل فيز شرحنا انه سنجل فيز عندي هالف ويف فول ويف، هالف ويف اخذنا دواره والفول ويف ايضا اخذنا دواره، وبعدها قلنا هالف كنترول فول كنترول شرحناهم. فهذه كل ما يخص بعدها هسه راح نجي ناخذ دوار اللي فري فيز، وبعد دوار الفري فيز ناخذ حاله كونتينيوس وديسكونتينيوس، وبعدها ننتقل الى الاي سي فيز ايضا راح نجيب هذا الشابتر.